أعوذ بالله تعالى السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلاة وسلاما يلقان بمقام سيدنا محمد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام ربين في فلون سلام حب حلون كسيدين لون إن شاء الله سبحانه وتعالى. جمعة مباركة إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى نسأل وندعو ودين إن شاء الله أغيب ربي قريدنا الطاعة، أغيب ربي قريدنا الخير، أغيب ربي قريدنا الدين. هذه سازق ربي أولونا النار، هذه جمع ربي الشمل النار، هذه زدي ربي تقمى سيارنا. أن دعوتي موضان، هذه سحل ربي موضان إن شاء الله، وذي موثنا ثنا أحمى ربي، ونقلنا الخير زدي ربي ربي سبحانه، ونقلنا قدي قد يفرج ربي فلاس. أدي هذو ربي وغي هذي إن شاء الله، أرجع ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. أيها المؤمنون عباد الله، يقرد وشبه النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثي نس: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يقارد النبي صلى الله عليه وسلم المثل ان المؤمنين يمسلما يقوم من صربين قل محبا قلان غيرسا للعالق قلان غيرسا امزون ديوث الجسام. الجسام بلد ما يتمثل يسعى الاعضاء، العبد يسعى الاعضاء يتمثل، يسعى نفسا، يسعى ضرا، يسعى قروي. يناد النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. زرم الجسد بندم ما يقرحيك فوسيك أذقان ضرب خير، ما يقرحيك ضاريك الجسدك وتحوس. أين يبغي قرح سي بندم قل كورينس الجسينس كمل تحوس. أكني كذلك دي قال النبي عليه الصلاة والسلام اللي مثلنا المؤمنين حقانيا ديك ساعة غي ماسين سلم قل قاع ربي ما يتوقرح إلا قيم سلمين كاملة توقرح، ما يتوظر إلا قيم سلمين كاملة سحسن. ذوي ذا المثل المؤمنين صحيح مثلا المؤمنين دي النار بي ديك سنقل القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوان، يعني المؤمنين ذات مثنى يتمثل. والإخوة يعني كدي وصف ربي سبحانه الوصفة كل الإخوة المعنى فربطيث نيوث العلاقة، يعني مقام تهمت من الدين. والأخوة في الدين أعلى رابطة، ودفع بلك تهمت كين دين تسد بلك كسر انتهمت إذا من نعم، لأن الإيمان يسمو فوق ذلك. يزمر ذي لغة ذي ما كيك نقارن مخالف من اللغة، مخالف من العويد، مخالف من كثمورة، مي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله المعلس ذي ماك في الله عز وجل، فربطيكم ثقمات الدين. لذلك يثمثنا المؤمنين كن يغا أين يقدرون إلو ما النغض وثمثنا النغ إلا قل حسيس إلا قل علميس إلا قل أثيد نذكر وثيد ندر، وهذا أضعف الإيمان. زرنا شو ذا سيلو مينيموم دي شوص، أقل شيء أقل واجب إكزمر ديخ من المؤمن أنه غادي يحس وينيس يضرني وثمثنيس. وهذا يثمثل يتأتى بالإيمان القوي. اسمه ريس على عبد الإيمان يسعى، يعني كني قانا اللغي نسى يفهم، يفهم أول ربي يفهم الدينيس ودي تور الدينيس قلي ريز السوسيو دي تور الدينيس قلي عيبا دي قلنا بغنا نقص بعذني الديننا، وإنما يسعى الفهم السليم للدين. أيها المؤمنون عباد الله، ما يحدث في أرض الرباط وفي أرض غزة المباركة الحاجة يقول يغد الحال ديما أدن سمسايين شتوى أدن سمساي في الناس، لأنه غيث مثلا كد نقار دائما ونعيد ونكرر ودن سمسي ودن نعاود أنه اسم أدن سمسلي غفوث مثلا غزة، لأنه غير بطغ يرسن يرنغ ذنو ثني غير بطغ لا إله إلا الله محمد رسول الله.
في سنات نسمرد المسلي غف غزة نخ فلسطين نسمسلي غف المسجد الأقصى المبارك وإذ الجامع يقعد ربي سبحانه وتعالى هي المفضلين قل جوامع قل قاع ربي وإن الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم يتزورن الدعوة لن تظلن القبلة سند المسجد الأقصى ومعاذ ربي سبحانه ينزل القرآن يريسن القبلة إلى الكعبة المشرفة معنى سمرد نسمسلي غف ومدقنية يعني كوني لفغينا تمغلينا تمغلين الدين تمغلين لا إله إلا الله محمد رسول الله تمغلي قوة ربي عز وجل إدينا القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله يعني إخبار ربي بلي غم تقنير إسعى ذاشيك ساعة إسعى البركة رأيت مثلا العباد يذكرني مثلا غزة 7 أكتوبر خمل الهجوم على الكيان الصهيوني المغتصب لفغيس ان دشوث شو در في بغان الدنيا في بغان ذعيش يعني كين بغاك يكون كوني لا وذاك بغان ذعيش نقل عزة بغان الدفعان غف الحرمات يمسلمن الدفعان غف الشرف من الأمة ما يقول يذكران الشرف دفعان غف المسجد الأقصى المبارك الديكريون سياوة السياغة كيني لان تعيش بيان بخير وعلى خير ذا شيثني قوين ايش مثل المؤمنين العبر يديك شو بنسى خاميش اكيد تفخمينك يعني كتش الزمرة تعيش بخير وعلى خير أكيد تشلقوث قيمة طرنكين والدفع ذرة غف الحرمينك الشرفينك محالي مثلا إيم سلم عزيز إيم سلم يوم رفض ربي أنعش قل عزة أنعش قل عزة نغلمت شهادة لأن الحياة الذل وترضى ربي سبحانه العباد وترضى ربي سبحانه العباد عش قل الذل وإنما لقد دفع عن غف المقدسات الدفع عن غف الدين انسان الدفع عن غف الحرم انسان لو كان كاين تخميم كاين كون يعني تخميم من مزوره النار الجدود النار الا قصوا فنار هذا وفرنسي مثلا محال لانه لو كان ندم ان كومباري لا فورس ان كون يمجاهد اكو لا فورس فرنسا سي لا تروزيام بويسونس مونديال ماشي ذا نيزم هاد كومباري دوك نغستني ضل عيبس سنغانن بخير وعلى خير شي ثني كوين هذا النار عند فرنسا نانتي ديك الوقت لا لا العباد يحب الدنيا اكثر الاخر يقول لنا وفغينا الضحين في سبيل الله ننسي تقل وقتنا أشي كوني قوين وكذا 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 لكن ربي عز وجل نصر المؤمنين وربي قال تقل القرآن الكريم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن الله اشترى ربي يغذقنا هذا شي قول أنفسنا وأموالنا فنفسي ذاين وقت يديفك عند ربي الشيء كين دوني ثاني وقت يديفك عند ربي ربي غنيك مذغة مثغة في اللون سوى شو يا ربي تقاتلون في سبيل الله المعنى يعني أتجهدا في سبيل الله باش تحارب مع ذو يغفغان أكوني سحقر أو ندنس المقدس مقدسات نون فيقتلون ويقتلوا يعني زمرنا ذلغن زمرنا مثل من غير مثل أي مثل يعني وكي وفس العهد نصور رب سبحانه وذيني من أهل الجنة أيها المؤمنون عباد الله يظلي كان يعني غدي صفغ الكيان الصهيوني الخبر بلغنغان القائد والزعيم يحيى السنوار يقلن الزعماء غير قران لما يكيث مثلا وإن كان يعني جوس كمان تنو أريند أوفيسيال لكن الناد بلغة يموت نكون إذا شغل الدنيا أول شيء إذ مثلا علمث المؤمنين علمث بليغ الشهادة في سبيل الله أضع ربي غيتي دي تسكني من هيك ذا ما تشيوني عدنا ذي مثل شهيد وإنما هذا اصطفاء من الله أضع ربي غيك تخير تسنث وإلى قرن نكون يغن النوو بلي العذري مثلا في سبيل الله يموت ويري موث غيث مثلا وين يقموث في سبيل الله غرب سبحانه ذي الحي ربي غدينان ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون نحوجد أن فهم تمثال مغلين الدين خطر الدين كان ريك ديفكن الضمان ريك ديفكن لفيريتي يعني قلن يعني الصحة الحق هم قرانك الدين ريك ديفكن ربي قراد وذيك موثن في سبيل الله وموثنها أحياء عند ربهم يرزق والشهيد يمسعده تعال ما يثمثل الشهيد مجرد أدفع ثمي قوى غيثا من
قل جسينس يعفيس ربي الدنو بينس أكو عم بلي الشهيد يريد تحسر سكارة الموت تحسر يسنت عم بلي الشهيد يتمثلنا أثيسر صرب بيجيو ما كان عليه مليح قل جنة والشهيد المؤمنين يشفع عدك 70 من أهله يعني غد يشفعك 70 قوذي 60 فهذه مكانة عظيمة عند الله عز وجل وربي يصطفي لها المؤمنين المخلصين الصالحين خالد بن الوليد ينصح بمقر ستان جيري يغيثم ستان نون دو جار يخدم الجيرة تم قرانين يفكيس ربيون نصر عظيم يعني وغن تقوذ انت يعني ذن أغنيس وقيت مثلنا أشحال جيرة ثيك خدم أشحال لبليس يريك ساعة أشحال يعني الأماكن الساينسي ولا أغيبليسين أسمي قموثي موث غفوسو يكري تعيار ما ميمانيس يعني نيس أشحال جهد في سبيل الله أسكقلي موث غفوسو يعني غتولين بلي الشهادة اصطفاء من الله عز وجل وربي غيك تختارا أنه العبادة مثل في سبيل الله سبحانه وتعالى والبيان مقرن يثمثن بلي غتولي ما ربي غيك خدم شغليس قارن بلي رجازة كين غانت صدفة يعني بارازا لأنه يثمثن في تحويس فلسات غان وسوفو غند الإشاعة والله غالب العباد ضعفاء الأنفس تمنا أين الدقاء وعذاو تامن أن يدقال لشانسان تامن أن يدقال لأكسيدان على حساب وثمثل إنسان قارنك الشعبي تخلي سيد الشعبي تماث الطوفانات تماثل القيادة إنسان تعيش إنجليز هوتيل تعيش تحت الأرض فربي عز وجل يسياغ ديوثن الصورة باش نعلم لاش تيد لك تبا يثمثل أنه غارقة زكية استانون بوليتيكا مي يموث انتسل لبس العسكر انتيد من السلاح ينس يموث أكني تمثنك العباد البسطاء يعني أن ربي غيبينا بلي غيني تقارن وعذون ذا الكتاب بلي العبادة كما ذا قلا كيرن ذا جاهدا في سبيل الله ذنو ثنيك قد من ديم زورة غا المعركة قد من ديم زورة ما تشير سندهن الدغيان ما دنو ثنيك قلنا فيها لا وننتد كذلك عن زعماء الثورة قل وقتنا سوف غنتفلسن وكذا 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 لكن ربي عز وجل يقارد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إلا يعني خدخل من نسي فوتو يثمثن سوف أنتي قليريزو الكياس صهيوني وسنت عجيبا غلا فوتو حتى نثني مادا بيهم اسميثو فانك نيموث مادا بيهم مثل دمان ثوين مثلا سدو الأنفاق أثي تصورني الموند بلي لعب ذاك ثاني تعيش لبالفي يعني أفي كان بومبارد ما يموث قم ديخة كما وسني عجيبا الحال أنه الدرون يفيلمي دمكي قموث بلي ذرقاز يعني غير الدم السلاح يقوفل يموث مقبل غير مدبر يعني يموث انت يتقبل يموث شاهد في سبيل الله فهذه أعظم يعني رسالة من الله سبحانه وتعالى أغدي بيان بلي الدين كيري صحة بلي غير بجاه ناكي فغان يوض مع ربي سبحانه باش تحرن المسجد الأقصى المبارك لو كان تسود رتي فغان الزنزن القضية سنكي زنزين مدن هذا عيش الله بلفين دي فغان يثمثن لكن تمثن الشهادة ذي مزوران فرحمة الله عليهم وأسكنهم الله فسيح جنانه وديني غايش مثلا إذا ما ذي مثل ورقزيكس عن القيمة ذي مثل الزعيم ذي مثل القائد نصح ذي الخسارة ثم قرانت لكن يكون الديني أولا وإذ الشهيد مثلا غور ربي سبحانه في سنة الديني الأمة يكي جمع تمث بموت الرجال مستحيل لو كانت تمث بموت الرجال إلى قتموث الأمة يكي يميق موث النبي عليه الصلاة والسلام بل قبل ذلك إذ مثلا صلوا على رسول الله في غزوة أحد إيه مثل اللي سيجيكي سعى نزل وينك فهمن يعني غا وينك دي فهمن سعى نزل مليح لأنه في الحقيقة مون مسلي غفوش تغفوش أنا مسلي أدنيني غا أدن مسلي غف طاع الوالدين ذي العاليت أدن مسلي غف الجار والهري لها أدن مسلي غف الحلال ذي الحرب والهري لها مما أدن مسلي عن المواضيع والأمة أنك تعيش قل حاجة نكوني نغفل يقيد الحال قلق نغلط مليح لأنه أضعف الإيمان كي دني غلو مينيموم دي شوز أنا نغد نسمسلي غفوشتا ما نصوض المنابر الجمعة المساجد وتمسلينا غفوشتا فأقرأ عليهم السلام وكبر عليهم أربعة وأعلم بلي غقلق وننتمر الأمة يكي ونتعيش غير وثمث النغ ونحس ريسا اللهم صل عليك يا رسول الله غزوة أحد يثل غزوة عند النبي صلى الله عليه وسلم يسعد يثل محلم قرث حتى أشيع قتله عليه الصلاة والسلام سوف عند الإشاعة أون بلان غير بلي النبي صلى الله عليه وسلم يموت أسميت فغ الإشاعة خطى الله يمرثو عليه مثلا ماشي خدم الصحابة
كاور فان الصحابة سرسن سلاح سرسن سيوفن سن فغن قال معركة تدونا ضروحن يفكد ربي سبحانه يونو رقاز يونو صحابي ميقان أنس ابن النضر الصحابي سوى زاليس لقيمة ينس يقول ضرو طارغ الغزوة يفت الصحابة سقولند أندي تدون ننس يموت النبي صلى الله عليه وسلم يموت النبي ماذا شعر نخمي الدونيس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا شعر نخدم ماشي نفهمو فيه من أرامي الشوك نيان أنه السلام بلي النبي يموت خلاص ده شي مازال صمت الدونيس ذاك اللي قارن يكرت أنس بن النضر ينيز ديوت مسليث يقلب كل شيء ماشي سنين ينيز مثلا يعني اسمه يموت النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فموتوا على ما مات عليها رسول الله يموت النبي أكرثت نغمة مثم غفوش يقموث النبي صلى الله عليه وسلم وقف دينية مثلا واسمي قموث النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة اسمي كتوفى يتوفى ربي عز وجل إلى رفيق الأعلى صحابة دهشن صحابة تقوير الدنيا ثورو مين نريث مثلا يوم ما يوم إميد يسان سيدنا عمر بن الخطاب دمسيفيس إني سونا ردينين بلي النبي صلى الله عليه وسلم يموث أثناء يموث بل ذهب إلى ربه كما ذهب موسى عليه السلام حتى أتى سيدنا أبو بكر الصديق العبد قال لي نسعى الإيمان مقريث مثلا يروح ولا النبي صلى الله عليه وسلم يسوذ نذك ونزاس إني استبت حيا وميتا يا رسول الله يفرض غل أمة غثني قفل سوى شو سل أخبر أن الموث من النبي عليه الصلاة والسلام شو الكوراج أغي سعوب بشثني خبر فرسمي زنينا بلي نبي موث أمكي سنتي دينايث مثلا يعني اسن ألا إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت الله أكبر إني سونيك لن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله المحسنين إن ربي سبحانه محمد دمذان أكم كل من أذي عيش وذي مث إني سيدنا أبو بكر وني عبد سيدنا رسول الله ثاني موث وني عبد ربي ربي حي لا يموت ربي يتمثل كذلك يتمثل أذى مثل القادة أذى مثل الزعامة أذى مثل العباد الأحباب ربي عز وجل لكن الأمة يجب جمت غلي يتمثل ما لقري كده نقالي وأسفه وأسفه نقاضي موث فلان موثن الطفانات موثن الخلاث موثن والله العظيم يتمثل يقموثن أغذن كنيا يقموثن إذا لو ما ثين سلمت يقموثن دين سلمن وإذا كموثن أغيث مثلا بنص القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون أكنت ولي ما كنت كذي ذا من الطرفانة مثلا الخلاث إخام الدرمنت كفدوني ثلاث وإذا كمل والله ما موثن أغيث مثلا أن ذو ربي عز وجل أحياء موثنس العزة الشرف نسن وموثن أغذ الأذلة وزنيز نرى ثمر ثنسن وزنيز نرى المقدسات للقاع ربي عز وجل وإذا أحياء عند الله الميتون هم نحن وكل على قدر مسؤوليته مش كل عبث كيف كيف لكن كل يوم سن وجبينس قال مسلم البسيط غمذ لسول كل يوم يسعى المسؤولية نعم كل يوم يسعى المسؤولية أقل شيء أنا نقل أن تدرد القضية أقل شيء ندعو يسن أقل شيء نشر الوعي المجتمع مش يتفهم من القضايا الأمن سن لأنه إعذونا ربي إقنا قناك ثوراو النغذة الدريان غزة أنا قنت نسيس من الدين ثوالي ميث مثلا اليهود والصاهين عليهم لعنة الله وتوالينا غير نكون ذي العباد تولينا ذي الحيوانات كرمكم الله بنص كتبهم يتوى كتاب قل كتب غار النوثني غير تعبدنا ربي السن أكي قارن يتوى كتب ذينا بلغين سلمنا العباد كامل ذي الحيوانات بشرية والبيت نسنثني قاعدة من ربي ماشي كان غزة فلسطين لا حاضر لهذا اللي يعقون ايث مثلا وإذا الوبجيكتيف نسن بلي لوين كسا ما زال ليبان لبنان ما زال سوريا ما زال مصر ما زال السعودية ما زال أكثر مغي مثلا يعني كي قارنك يقول مثل أكلت يوم أكل الثور الأبيض أدمشتين لعيبة قزنزن الحكام العربي قزنزن ثمرة فلسطين بل أكثر من ذلك ماشي كان سوس منا وزنزن بل للسلاح سوش ينقن الدريانا وثمثنا ونثني ثيس خلص نثني سني تكن المكلة ذي القوت الفينانسمون إي عذاون ربي عز وجل وديني ذي مسلم من ويكيا
لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن سينبئهم الزمن. مازال دي الحقل تورنسل أكني غزنزن أكنا ثمثن إنسان أدياس وصل خلصا كذلك. نعم وأكبر نعمة وأكبر فائدة غد السفيدة أيث مثلا لأنه غص مثل الأرواح مثل لند الخسائر بالصح يتغيض الحال وانشتا ميلاك الفائدة ثم قرنتي دن السفيدة أننا وغل العيبة فهم القضية هيك بل العيبة ذك الأكسيدان كي نسو مين با ميزيلما فهم القضية هيك بلك اشترنا بذكرن دفعا غا فلسطين غزة اشترنا نكون يكونوا الخيمة له نكون أقلان صغر من تغيمة هذا ما كان. وإن كان الشعوب يعني العربية والإسلامية مغلوب عليها الله غالب توقنا سعينا غير حاجة كفاسنسن إزمرنا تخدمن وإن كان زمرنا الدعاء زمرنا تذكر القضية زمرنا الشيء يعني ذريما فهي أقل شيء. لكن الأوكسيدون دي سعان لا ليبرتي دي إكسبريسيون سعان كذا وكذا العباد غال فهمن القضية فهمن باللي العباد كذا القاع انسن باللي تيتم وثيم سلمن باللي غيني دفاع عند الحق انسن فهي ذا الفايدة غيش مثل قبل 7 أكتوبر كان القضية سيقضى عليها إلا أن العباد تونك فلسطين تونك غزة تونك المسجد الأقصى بل دون السدرمن. نعم وذكر مصباح حتى في 100 درهم يمسل من القاع ربو سعيد شرخ خدمة أسمي صرغ المسجد الأقصى يعظون ربي رئيسة الوزراء الصهيونية لأنك ذقلنون هنا انصر جيمل مردية دالي تفاث أتصدم لك ويمسل من أذن أغنيذنا ثولي التفاث لاش ونديوسن لاش لاش يغل المسجد الأقصى ولاش ونك حقيا. كذلك اليوم قبل 7 أكتوبر لا دونس درمن الحمد لله كرن دوث مثلنا النغن سكرن القرية كيث مثل ثغلد القضية قال وعينا العباد وغالين تمسلين في اللاس وغال نكون أقلنا هدرت في اللاس نفهم ذا شو المعنى فهما بالذي نتمر نلحق ذا الوقف من أوقاف الله عز وجل. فهذه فائدة عظيمة أذمثن يرقزن أذمثن الزعماء لكن ما زال أتكمل بإذن الله عز وجل حتى يأتي نصر الله ونصر الله عز وجل قريب إن شاء الله. أنجمع تبرعات الشيخ ميكتبر سبحانه وتعالى قرية أيت إحيا بلدية أميزور ولاية بجاية أذكر أن كارلين المزينة رجمع إن شاء الله وأجر الجميع على الله سبحانه وتعالى ونردف كنك الصدقة والمربي تجعل ربي إن شاء الله في ميزان حسنات ونادف كن صدقة ابن الجامعة ابن ربي رخم الجنة ونادف كن صدقة إن شاء الله يوم وضيل أثيس خلو ربي سبحانه وتعالى ويقارد النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقات قرية تيحيا بلدية أميزور ولاية بجاية يليون سوينك زمر سوينك صوت أجر الجميع على الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله نثقر هذا الشهر الدينيغ بالله ربي عز وجل يتمقلد أطاس العباد اسمه غير تولي نكل طوفنة مثلا الخالث مثلا دي خام الدرم لكن ننده ربي حاشا لكل الله ربي لقي قردي ما نسا لا غير ربي يبتلينا ربي يتبتلى يتمتحن العباد ربي يتجرفا واسمه غير ديفك ربي نجرف تبين عند المؤمنين الصح تبين عند المنافقين. ربي عز وجل اسمه في كليب دي لا ليبلوكم أيكم أحسن عملا ربي ما يبغاك دقيقة غاصيدة ضيف دل الحال لكن يتجرب هذا يظهر له المؤمنين حقانيا للعباد المنافقين والعياذ بالله. لكن نصر الله سيأتي بإذن الله عز وجل ما لقري الضعف ما لقري الجرح ما لقرينين سؤالين ربي سينصرهم بإذن الله سبحانه وتعالى. أني إذا يغنكني كان ما نتحسوا يسندث مثلا النار ما نزرع ذا شو معنى الدين النار ما نخدم باش ننصر الإسلام كيم نسكن قنيف مثلا هذا واجبنا أيها الأحبة في الله أننا ننصر القضايا يمسل من وربي عز وجل سينصرهم بإذن الله عز وجل. يقعد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. الطائفة يكثم زيان تيك تنغنى كما زال جهدا في سبيل الله إن تفلس النبي صلى الله عليه وسلم ما زال إذن وربي غثني إنسان أني ذثني يا رسول الله نيس ببيت المقدس ويني دي الزيني بيت المقدس لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم وثني الضرارة ما خلف انتن العباد زنزنتن خذ عنتن وطاسك خذ عن قضايا الأمة للأسف. لكن ربي سينصرهم بإذن الله عز وجل لأنه يناد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود
فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فينطق الشجر والحجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ينادن في غد يس زمان يمسلم نذن عند اليهود واثنين صار ربيع الزوج، ودي ينطق الشجر ودي ينطق وضغاغ، أدي ينطق بإذن الله عز وجل بقدرة الله عز وجل حتى حشي التجرة قانس الغرقد، يعني يستكي من شجر اليهود أذن تقرى وتبينا نديق الله ندي الله نوو ذاين أترف حميث مثلا نكون نغار الحديث أجيب لك للعيبة ذا ومن أنيس لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم للعيبة تكليخا قال تيك هذا شي ديقار شيخا كما زال أضغى غادي ينطق تزمور تدنطق نكون بالك لا وديوم لا وديوم من نرى لي جويف ومن أنيس والله ومن أنيس صهاينا ومن أنس الحديث ومن أنيس لا بريف ذا شوت تجري كي تزون تسواطاس حكاية الشيخ فريد كانوا سنة عندنا اسمي قوح الأردن لي فرونتيير يرس فلسطين لي فرونتيير كامل الزان تجري كم يقال الغرقد خطروا من ننس الحديث كي النبي عليه الصلاة والسلام أن يوم أدياس زمان أذغلين نكوني بلك نومن بلك نومين أغا فأتظم الفرق يثمث نثنيا تقتل ذي مسلم النقم دينا عن قناعة وعن دين وعن يقين ومنن بلي فيد القاعشني وعظ ربيا بلي نكوني ذي الحيوانات لقاخ فنون وتعجب ثارو سعينا رحمة قولة ونسن وترجي ثريا مشي ذي العيب ذيك سعنا رحمة قولة ونسن قلوبهم أشد من الحجارة لكن ربي سينصر المؤمنين بإذن الله ألا إن نصر الله قريب لكن اسمرت في المؤمنين قد دين إنسان واسمرت نعونا وثمث إنسان ذينا ربي عز وجل دين زل رحمة ينس ودين زل النصر ينس متى يشاء وتقلق تغيث مثلا عيب اسمها زرنا إشنا La meilleure solution pour eux, c'est la fin du monde. Il y a une guerre de données, ils disent donc. Il y a une guerre de données. Il y a une guerre de données, il y a une guerre de données. Mais il y a une guerre de données. Avant de faire une guerre de données, c'est une guerre de données. Et une guerre de données, c'est une guerre de données. C'est une guerre de données. C'est une guerre de données. Si vous avez une guerre de données, vous avez une guerre de données, vous avez une guerre de données, vous avez une guerre غستي للمحنة أتي للشدة أذي للظلم مطرا لكن ربي سينصر الدين وقبلت قوم الساعة أذي انصر ربي المؤمنين وذي انصر ربي الدين ودي ربي الحق مولاني هذا وعد من الله عز وجل لأن النصر أتي ديفك ربي الدنيا قبل الآخرة أغيس حضر ربي إن شاء الله عز وجل وإن شاء الله هذي انصر ربي المؤمنين الصالحين المجاهدين أثني انصر ربي عز وجل وذي ربي كفاس الإنسان أو بإذن الحق إن شاء الله. أغيا وربك بإذن الطاعة. أغيا وربك بإذن الخير. أغيا وربك بإذن الدين. هذه سازية ربي غولة وننا. هذه جمع ربي الشمل لنا. هذه زدار ربي ثيغ مسيرنا. أندعو في موضان يثمثلنا ذي صحلوا ربي موضان إن شاء الله. موضان يقلنك سبيطار إن شاء الله تقولن بخير وعلى خير. موضان يقلنك خال إن شاء الله ذي صحلوا ربي. أندعو في وذي موثنا ثني رحمة ربي. أثني جعل ربي نثل الجنة نثل رحمة. نجعل ربي ذكر ابن النبي صلى الله عليه وسلم نجعل ربي إن شاء الله قوذ ميعفا نجعل ربي إن شاء الله قوذ ميعفا إن شاء الله عند عثية مثلا وذي قلنق الخير إن شاء الله ربي سبحانه وزن ديرنا وذي قلنق الديق إن شاء الله ربي غادي فرج ربي فلس إن شاء الله ونيك سعان طلافا ربي غسي قضون إن شاء الله ونيك قلنق الديق الهم ضمقران ربي غادي سخف فلس بإذن الله عز وجل وذي رسعنا غد دغيا ديما طلبنا غد الدعاء أثني دي رزق ربي غيني ثمين إن شاء الله أزن دي رزق ربي إن شاء الله ذرية صالحة ذرية صالحة في الدنيا تنفع وفي الآخرة تشفع إن شاء الله إيش مثلا دعوتي وث مثلا غزة أدني نغا أثني نصر ربي سبحانه أثني نصر ربي سبحانه أثني نصر ربي سبحانه أذي سدد ربي رمي المجاهدين أذي سوب ربي رئيس إن شاء الله أذي تقبل ربي شهداء إنسان أذي رحمة ربي الموت إنسان أثني جعل ربي إن شاء الله من أهل الجنة أذي ذوي ربي الجرحان إن شاء الله أدين به ربي الأمة يجي الغفلينس أدين به ربي الأمة يجي الغفلينس أرجع على ربي ذث مثل غف الدين أرجع على ربي من المؤمنين أرجع على ربي من الصادقين أرجع على ربي من الصالحين أرجع على ربي من المصلحين أرجع على ربي من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا رب العالمين أيش مثلا دعوة ربي سبحانه وتعالى أيش مرتكدنا أديني غادي يستر ربي ثمرتنا إن شاء الله أدي يصلح ربي شؤوننا إن شاء الله أدي يكسر ربي الفقر أدي يكسر ربي الرشوة أدي يكسر ربي النميمة أدي يكسر ربي الغيبة أدي يكسر ربي الفساد أدي ولها ربي إن شاء الله المؤمنين كيعرفوا يريدوا الصلاح
أغي وري ربي الصلاح نقبل أغي فذي إن شاء الله أغي نبه ربي قلغ فلان إن شاء الله أغي جعل ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله أغي ثبت ربي غف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيث مثل من يفغن الخير إثمرتك الشعبك أثيوف قرب سبحانه ونفغن الشر إثمرتك نغي الشعبك أثي ديه ذور بي عز وجل أديه ذور بوريه ذير إن شاء الله أيث مثل أكميث لمدك إن شاء الله ونقل إن شاء الله قد دي قد يفرج ربي فلس ونكس عن أموضي إن شاء الله أثيس حلو ربي ونكس عن وني موثن عزيز فلس أثي رحمة ربي سرحمة الواسعة إن شاء الله ونكس عن طلافة ربي غستيقظون إن شاء الله ونقل أقل الخير ربي سبحانه غزديرنون إن شاء الله أغي ثبت ربي غف الدين النار أغي والله ربي أني سين ديننا وثنفهم ونخدم يس إن شاء الله أيت مثلا دعوني مزور النقارن أغيج على ربي أمي قدسنا رحمة ويتكيوا إن شاء الله أغيج على ربي أمي قرمود من الخير ويدلوا إن شاء الله أغيج على ربي أمي غولد من الخير ويتسني الغروة إن شاء الله أديه ضرب ويهدين إن شاء الله أغيف قربنا الخير امتخير أغيج على ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله أغيح يربي في الإيمان أغيح يربي في الإسلام أغيح يربي على اليقين أغيخت مربي في الشهادة أغيج على ربي عز وجل من الذين يعملون بدينهم ويصدقون فيقبلون عند الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.